حيول جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. خمسة من الأجزاء من الثانية، تهانينا وناموس هنا لجعفر بن سهيل بن مرخان الاقتبي، حل على المركز الثاني والمركز الثالث النجمي، توقيت زمني مقداره 9 دقائق 16 ثانية، 6 من الأجزاء من الثانية، تهانينا وناموس هنا على هذا الفوز المميز لخالد بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري، تهانينا للجميع. التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات تستمر على أرضية هذا الميدان، انطلاقة موفقة نتمناها لجميع الأسماء والشعارات. شوطنا 17 أعلنت انطلاقته في هذه اللحظات للبكار، المحليات الأصايل يعتبر من ضمن أشواط الانتاج والمنتجين. نتمنى التوفيق لكل الاسماء الحاضره والمنطلقه، وانطلق وتقدم مع المركز الاول، اتقدم مع بن السبع الدرعي، يقدم الاتحاديه على المركز الاول، عبد الله بن علي بن سعيد بن السبع الدرعي ينطلق على المركز الاول خاطفا صداره هذه الاسماء، مقدما الاتحادية في صدارة كل الشعارات. المركز الثاني الوثبة القادمة، الوثبة حمد بن سهيل بن خيرات العامري قادم على المركز الثاني، نقلة على المركز الثالث من الجانب الآخر. وتابع في هذه اللحظات السرية قادمة، هدي بن بطي بن دميثان الشامسي قادم على المركز الثالث، النقلة إلى المركز الرابع. وندى القادمة في هذه اللحظات، ندى ومحمد بن سالم بن راشد الدرعي قادما مقدما ندى على المركز الرابع. المركز الخامس الضبي لمسلم بن سالم بن ثعلوب الدرعي القادم في هذه اللحظات، شعار بن ثعلوب من افتتح اشواط الانتاج خاطفا اول اشواط المحليات، قادما مقدما الضبي في هذه اللحظات على المركز الخامس. المركز السادس الصايله قادمه، راشد بن هلال بن سالمين الخيلي قادم مع الصايله على المركز السادس، النقله الى المركز السابع. وتابع المركز السابع صوغة القادمة في هذه اللحظات، شملان بن يمعة بن شملان الطنيجي قادما مقدما صوغة على المركز السابع وثامن. مراكزنا مديار، مديار القادمة بشعار حمد بن عبيد بن حلوس العامري قادما على المركز الثامن. ناخذ المركز التاسع، نتابع فزعة قادمة، سعود بن محمد بن ناصر الشامسي قادما الشامسي مقدما فزعة على المركز التاسع وعاشر. مراكزنا هذه اللي وصلت مشكورة لمحمد بن سالم بن محمد بالهلي قادم على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة إذاعتنا الأولى للعشر المراكز المقتحمة في هذه اللحظات. نتابع الأسماء القادمة، نتابع المحليات الأصايل، نتابع شعارات الإنتاج والمنتجين، استمرارية انطلاقة أشواط الإنتاج، تحدي أشواط الإنتاج لا زال مستمر حتى هذه اللحظات. من سيحظى بهذا الشوط؟ من سيغادر بهذا الشوط؟ نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، ولا زالت الاتحادية على المركز الأول. عبد الله بن علي بن سعيد السبع الدرعي ينطلق على المركز الأول، قادم من القوع على ما أظن، هذا قادم متقدما مع الاتحادية، والاتحاد دائما يأتي بقوة في كل حالاته. يا السبع الدرع الثلاثة كيلومترات غادرناهن في هذه اللحظات، منتصف المسافة. بن خيرات قادم مقدما الوثبة، قادمة هي الوثبة، اسمها الوثبة ولكن على أرضية ميدان المرموم، قادمة لكي تقدم شيء جديد
انطلاقة جديدة تضيف نقاط وناموس من نواميس هذا الشعار، يقدمها حمد بن سهيل بن خيرات العامري. شوف اللي وصلت، وصلت وصلت الضبي، الضبي مسلم بن سالم بن ثعلوب، الدرع قادم في هذه اللحظات. ولكن مديار 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 حمد بن عبيد بالحلوس هنا قادم العامري في هذه اللحظات. المركز الخامس، وصلت ندى وتبغي الندى في كل حالاتها، محمد بن سالم بن راشد الدرعي قادما مقدما ندى، والصايلة الصايلة راشد بن هلال بن سالمين الخيالي. شوف المركز السابع، هذه محبوبة قادمة، أول ندى لمحبوبة، ما يبتلها طاري إلا هذه اللحظات. جعفر بن السيل بن مرخان الكتبي قادم، ناخذ المركز الثامن، نتابع شعار بن دميثان قادما مع السرية هدي بن بطي بن دميثان الشامسي قادما في هذه اللحظات. وصلت صوغة، وصلت صوغة في هذه اللحظات، شملان بن يمحى بن شملان الطنيجي قادم في هذه اللحظات. المركز العاشر، العابرة العابرة، أول ندى لشعار بن قناص علي بن محمد بن قناص بن علي العامري قادم. هكذا هي النتيجة، هكذا نتيجتنا الثانية، ندانا الثاني للعشرة المراكز الأولى المتقدمة، واتجاهنا سليم يا بن السبعة إلى خط النهاية. يا بن السبع خلك سبع حتى هذه اللحظات، لا يأكلنك الذياب. قادمين، الكل قادم، الكل قادم ويطالب بشوط المحليات الأصايل الاتحادية على المركز الأول. بن مرخان قادما في هذه لحظات، محبوبة جعفر بن سهيل بن مرخان الكتبي، ومديار مديار بالحلوس العامري، حمد بن عبيدة بالحلوس العامري قادما مع مديار. شوف اللي القادمة، فزعة سعود بن محمد بن ناصر الشامسي قادم مع فزعة. والمركز الخامس، صوغة لشملان بن يمحى بن شملان، هلموا إلى هذا الشوط، من سيحظى بهذا الشوط؟ بن ثعلوب قادم، الكيلومتر الأخير، راحة راحة بن مرخان، انطلق بن مرخان، حبوبة حبوبة على المركز الأول، حبوبة حبوبة على الصدارة، كلمها في الجهاز واندفعت اندفاعت الفوز والناموس. ها هو بن مرخان، ها هم بن مرخان يتقدم ويقدم، محبوبة محبوبة على المركز الأول، محبوبة على الصدارة. جعفر بن سهيل بن مرخان الكتبي على المركز الأول، بن السبع قادم مع الاتحادية، فزعة الشامسي قادمة، بالحلوس قادم، بن ثعلوب الدرعي قادم. ولكن خلاص، قالت كل اللغات، تكلمت بلغة الكبار في حضور هذه الشعارات، سارت بمسار دائما يتميز بهذا الشعار. بن مرخان والعصافير الابطان، العصافير الابطان، دفع ذاتي وذا تلقائي، من محبوبه على المركز الاول، محبوبه على الصداره، حبها دائما للناموس. هذه محبوبه، تهانينا والناموس لمالك محبوبه. وين السلام يا الخبراء؟ وين السلام الى دبي؟ الى دانت الدنيا دبي، الى مالك محبوبه، محبوبه تصل الى خط النهاية، منتزع ناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس لسيف بن جعفر داعم هذا الشعار. المركز الثاني، وصلت الاتحادية لعبد الله بن علي بن سعيد السبع الدرعي. المركز الثالث، فزعة لسعود بن محمد بن ناصر الشامسي. المركز الرابع، وصلت مرعوشة لسلطان بن سالم بن متعب العفاري. المركز الخامس، المركز الخامس، مياسة لمساعد بن سويد بن قران المنصوري. هكذا هي النتيجة، تهانينا والناموس.
للجميع وإلى التوقيت الزمني وساعة وصول محبوبة خاطفة المحليات الأصائل بتوقيت زمني مقداره 9:18 خمس أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك محبوبة جعفر بن سيد بن مرخان الكتبي. مشكوري المدهوشي على المتابعة ما شاء الله تبارك الله علي المدهوشي أدهشهم في هذا الانطلاق. المركز الثاني الاتحادية لعبد الله بن علي بن سعيد السبع الدرعي. المركز توقيتها 9:20 ست أجزاء من الثانية. المركز الثالث المركز الثالث فزعة 9:21 من الثانية. تهانينا والناموس لمالكها سعود بن محمد بن ناصر الشامسي. تهانينا والناموس للجميع.